ما بالغ في الصبر، لكن الصبر دائما زين حتى في وضعي لو صبرت احسن. وقفت كانت ركوب ممتاز، ركوبه ما حد مسكها لي، ما حد دفعني عليها. لا صور المنطقه ابو عادل، افتحها المنطقه اللي قدامها كيف مفتوحه، مين هو يسارها وتوي راكبها. لاحظ ركز، اول حركه سويتها وانا راكب وشي انا ايمن، فلما اقدر ارجعها ورا بسهوله هي متحركه جات صلها ومكان مفتوح. هذا هو التحكم، هذا اللي تبحث عنه، ما تبحث عن ناحيه شكليه فقط، لا توقف وهي مرتاحه في الصبر او في بدوك، تبغى توقفها لما ما تبغى توقف، وتبغى تحركها لما ما تبغى تحرك. زي ما حاولنا نحركها من الكرسي في البدايه اول يوم، ترى يعني ابغى اتحكم فيها مكان ما تبغى تحرك فيه، فلو حركت فيه ساعه اللي يحركها هنا اللي قبل تحرك عندك، والعكس صحيح، دام رديتها هنا ساعه لو ردها بمكان مغلق، فاخذت الصعب من المكان المغلق اللي هو عدلتها تحريك، واخذت الصعب من المكان المفتوح اللي هو ردها في راجعه. انا لاحظ الفرس نازله الان تكون مندفعه وتنطلق او تفلت، وضعت النقطه هي في المقطع الثاني في يوم اللي سويناه عند العدل، لاحظ يرجعها ورا ونازل فرس عسير مو نازله بعد ومصوره، وقفها بسهوله من النزول وترجعها ورا. اغلب الخيل مسوفه مو بعسير مسوفه، نزله في هاي تحاول تفلتها وتدرس. اذا بغيت تحس الفرس هي جاهزه مره وخفيفه مره في النزله ايش تسوي؟ زي الابل من زمن الطعس تحركها يمين يسار غير اتجاهها، لازم تلبس استقامه هي طبعا اليسار، فرت بجازة مرة بس انه بتطيح وقت توازنها او نفسيا بجازة او جسميا غير اتجاه النزلة، يمين ثم يسار ثم يسار ثم يمين، طبعا شرط زي ما قلنا الدقة، ان فعلت هذه الاشياء بدون دقة ما صرنا اي شيء. التوجيه مهم جدا زي ما قلنا الدائرة، الحين بغلط اللفة كاملة يمين بس مو بمحل، يبغى دائرة كبيرة وسيعة، فإذا حاول تضيقها وسعها وإذا حاول توسعها ضيقها. دائرة كاملة يمين دويرة يعني. حاولت توسعها وسويت استمرت على وضعي. انا ابغى دائره كامله يسار. هذا الباب مفتوح، لازم الباب مفتوح ولا احط رجله. Boss Italians. Not broken yet. No halter, no bit, no nothing.